ممنونين، شكرا جزيلا، شكرا. خلينا نوقف ناخذ صوره ويا رئيس السن. تفضل معانا، معانا يا ممنونين، ممنونين صار خالد، ممنونين، ما قصرت، شكرا جزيلا، شكرا. يا الله، اذا تسمح لي السيد الامين العام بس. تعال شيلوا لي من رئيس السن، شيلوا هاي، شلتوه من رئيس السن، اعطوني قلم. مبروك سياده الرئيس. ممنون. سالي اطلب مداخله وراح اخذها من عندك، من مداخله استلمها من عندك. معقولات علينا. ممنون 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 ممنون. يا الله، بسم الله وعلى بركة الله أتمم مجلس النواب هذه الفعالية الديمقراطية، هذه الفعالية الدستورية، وأدى التزامه الدستوري من خلال السيدات والسادة نوابه أعضاء مجلس النواب للدورة النيابية الخامسة بانتخاب رئيس مجلس النواب والنائب الأول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب. اسمحوا لي مقدما أن أشكر كل من ساهم بالعرس الانتخابي الذي أدى إلى وصول هذه الكوكبة من السيدات والسادة النواب الحاضرين والغائبين إلى مجلس النواب ليؤدوا أمانتهم أمام أهلهم. أمامنا مشوار طويل وأمامنا مسار طويل، وينتظر منا العراقيون الكثير. يحتاج أن نعمل بشكل متواصل، يحتاج أن نصحح مسارات كثيرة شابت العمل السياسي وأفقدت الكثير من جمهورنا ثقته بالعملية السياسية. الآن تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة بإعادة الثقة بالعملية السياسية وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لشعب كبير، لشعب عملاق قدم التضحيات وآخرها التضحيات التي قدمها أبناء المؤسسة الأمنية في الجيش العراقي وفي الحشد الشعبي والحشد العشائري وقوات البيشمركة بالتصدي لعصابات داعش الإرهابية، ولا زالوا يطاردون هذا التنظيم المتطرف، وأيضا التضحيات التي سالت من المتظاهرين، وما نحن إلا نتاج للمظاهرات التي حدثت في عام 2019 عندما رفعوا أصواتهم عالية مطالبين بإصلاح ومطالبين بمعالجات في كثير من المفاصل، وأولى المعالجات التي كانت هي اختيار قانون انتخابي، قانون انتخابي جديد أوصل السيدات والسادة النواب المشكلين للدورة الخامسة إلى هذه الدورة وإلى قبة مجلس النواب. أتقدم بالشكر الجزيل إلى من منحنا الثقة، وهذه أمانة، منحنا الثقة من السيدات والسادة النواب اليوم من خلال تصويتهم، والثقة هاي إن شاء الله نكون على قدر هذه الثقة. وأتحدث باسمي ونيابة عن أخي النائب الأول وأبارك له، وأخي النائب الثاني، والله يعيني على النائب الأول والنائب الثاني، يمكن راح أربط لجنة حقوق الإنسان بي. إن شاء الله هذه خطوة أولى بمشوار طويل لإصلاح مؤسسات ومفاصل كثيرة، وأن يصل عملكم بشكل واضح إلى جمهوركم. العراق يستحق منا الكثير. سيدات السادة النواب، التزاما بالتوقيتات الدستورية سيتم فتح باب الترشيح لمن يرغب أن يقدم نفسه إلى منصب رئيس الجمهورية، وتكون مدة قبول الترشيحات هي 15 يوما، وفي انتهاء هذه 15 يوما يتم في نفس اليوم الأخير انتخاب أو جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للتوقيتات الدستورية. سيدات السادة النواب، نعلم حضراتكم باستلام رئاسة المجلس إلى طلبات الكتل السياسية بتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا التي تتولى تسمية مرشح رئيس الوزراء. سيتم مناقشة هذا الأمر في رئاسة المجلس، و
يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة. شكرا جزيلا، وترفع الجلسة الأولى ويتم تحديد موعد لاحق، يتم إعلامكم بالموعد اللاحق لجلسة مجلس النواب. ترفع الجلسة.